طبيعة الجمعية جمعية كتهتم بشؤون الأطفال التوحديين، حاليا كتشتغل بالأقسام التعليمية داخل مؤسسة العزيزية في إطار الشراكة مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني. الإطار اليوم اللي كاين كنحتفلوا به أنه باش نوصلوا شوية التحسيس لطبيعة العمل داخل الجمعية بالفئة التوحدية. الهدف من الجمعية وتأسيسها هو تخفيف العبء على الأسر، لأن كتمثل العبء المادي بالنسبة لبروغرام التشخيص ديال الأطفال التوحديين. عندنا إشكال ديال ليزوتوفونيس، لأن الإقليم عندنا ما كاينش عندنا ليزوتوفونيس اختصاصي في إطار ديال التوحد، ما عندناش البسيكوميتريسيان في إطار ديال التوحد، ما عندناش البسيكولوج اللي داخل في إطار ديال التخصيص ديال التوحد. اليوم حاولنا ننظموا واحد البرنامج اللي يكون شوية نقلبوا الصورة، حضرنا بعض الادوات التشغيل داخل الاقسام اللي كيشتغلوا فيهم الاطفال التوحديين باش نقلبوا الصوره للاطفال التوحديين العموم كيفاش كنخدموا مع الاطفال التوحديين داخل الاقسام. بعض الادوات اللي خاصه بالطفل التوحدي وفق البرنامج ديالو، كيفيه الشغل في اطار العام التربوي الخاص بالاطفال التوحديين. التوحد يمكن ان نعتبره انه سلوك، اضطراب في السلوك يمس الطفل ويحد من القدرات ديالو التواصلية، سواء في المحيط ديالو الاجتماعي او مع المحيط الاسري ديالو. والتوحد اذا تم التشخيص ديالو مبكرا يكون طفل توحدي، يعني كيعطي واحد غادي يكون يعطي واحد النتيجة احسن اذا تم التشخيص المبكر، لان هاد الاطفال لابد من تصحيح بعض المعتقدات المغلوطات لدى الاسر ديال الاطفال التوحد، بان الطفل مازال عار وحشمه لدى هذه الاسر، في حين ان هذا الطفل لديه قدرات خارقه. حاجه يحتاج الطفل وهو التشخيص المبكر والعمل على تصحيح السلوك ديالو. ولكن الولد ملي كيجي بكومبورتمون ديال الوليد، وليدات اللي بحالو تيهضروا، الوليدات اللي بحالو تيعرفوا من الطونوبيل يمشيو للتواليت، يعرفوا يطلبوا اللي بغاو، ولكن هو سبحان الله عايش في عالم مغلق. إلا ما أنت ما دخلتيش عنده ما تيدخلش عنده. دابا الحمد لله من الناس بداو تيهضروا، تيحاولوا دابا يفكوا داك الكورة اللي مشي فيها داك الولد باش يخرج للعالم. دابا السيمبتوم الأولي. أسرة عادية عندها واحد الطفل معين كتعبر بان راه غير هادئ ساكن راه مرتاح معاه وهنا خوته وكذا، ولكن هو راه عنده اضطراب. واش كاين علامات؟ احنا غنتطرقوا ان شاء الله. الناس كتعرف واحد ان شاء الله شي حاجة باش الامهات والاباء قد يكون عندهم هذه الحاله وهما ما عرفوش. هذا هو علاش ان شاء الله هذه التسيسات حنا مدايرين واحد الفيديو غنوريو للاسر. هاد الناس راه عندنا حنا عارفين، ولكن الناس اللي شاركونا ياخذوا فكره اللي هما عندهم علامات في الراس تقريبا كتكون انه ما كيتواصلش بصريا. انت تدوي مع الولد تشوف هكا يقدر يكتب ويشوف هكا، تيدوي معاك ويشوف هكا، ما تيشوفش ما تيديرش هكا. دي العلامه. العلامه اللي كاينه بقى ان هاد الولد تيقد تحبس صمت. غالبا القصر تدوز لهادي كيقولوا لها ديري البيوا، البيوا هو كتبقى السمع ديال الوليد، تنعيط بابا يحيى يحيى يحيى، كأنه ما كاينش، تبقى تقرا من كاع حتى شي حاجة بجاز وراه ما يتحركش، ألوغ كو إلا لقيتي شي حاجة اللي بغا بحال دابا يعطيه هاد البيوا، كيدور كاس اليوم، ومني كدير كاس كتقلب كيسمع مزيان، إلا ما بغا ما تيجيش. قلتي له هاك بيمو وكفت عندك ويشد منها. هذا واحد كتعيطي له مي ماشي عندنا تسمع. ماشي مشكل، حنا كنا كنقولوا للاطفال كيعرفوا ملي تيسمع راه تيكون حدا الباب ويسمع الاشهار في البيت ويجي كيجري. تيقول لي ما يمكنش انا هذا ما تيشدش حاجه صغيره وكبيره، ما كنقدرش كنقفزو. التوحد بالنسبة للأسر وبالتعريف الخاص به، هو التوحد هو اضطراب نمائي يصيب الجهاز العصبي للأطفال، يتجلى قبل بلوغهم 3 سنوات
والاسباب الفعليه للتوحد لا زالت مجهوله. يصيب ثلاث مجالات: مجال تواصلي، المجال الاجتماعي، والمجال السلوكي. الحمد لله كتوفروا على اقسام داخل العزيزيه في اطار الشراكه اللي كنشكروا وزاره التربيه الوطنيه في شخص النيابه الاقليميه على الاقسام اللي عطاتنا، ولكن الاشكال اللي عندنا حنا وبغينا تكون منفتحه جميع القطاع، تكون المؤسسه تكون منفتحين، ما نفتحوش على واحد الاطار، ما نمشوش على المسائل الماديه، في اطار التحسيس، في اطار المواكبه. غير بعد ما كتكون مواكبه راه خاص الشغل انه وحده كتقول انا وحدي اللي كاين، يعني كنشتغلوا نشتغلوا في اطار جمع موحد في قضيه وحده هي اللي كتملى هو القضيه ديال التوحد. الرحيم والصلاه والسلام على سيد المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين. حقيقه يخلق الله ما يشاء. يخلق الله ما يشاء. والحمد لله اللي حقيقه هذه الجمعيه اهتمت بهذا النوع ديال المرض اللي هو باقي لحد الان بواحد النسبه كبيره باقي في الاسر انه طابو. مجموعه ديال الاباء والامهات ما كيبغيوش يعني يعرفوا يعرفوا هذا المرض ويعترفوا به، يعني بحجه انه، ولكن الواقع هو هذا قدر الله وقضاؤه. وهذه الجمعيه انا كان حقيقه كنأيدها وكتستحق كل المساعده ماديه ومعنويه، وكيبان لي بانهم ناجحين في العمل ديالهم في التربيه ديالهم مع هذا النوع ديال المرض اللي هو مرض التوحد، اللي هو كنطلب الله يتحد منه ما يبقاش غادي في واحد التصاعد. ولكن حسب الاحصائيات وحسب يعني التجارب اللي هي موجوده الان، يعني بدات واحد النسبه تزداد نسبيا ولو بواحد الوتيره ضئيله وضعيفه، ولكن غادي كيتزايد. وهذا ربما دور الباحثين ودور علماء في هذا الميدان هذا يحدوا الاسباب الحقيقيه والاسباب الموضوعيه اللي كتؤدي لهذا النوع من المرض، سواء يكون وراثي او يكون عادي او يكون يعني مكتسب او الله اعلم ما هي الاسباب اللي كتؤدي لهذا. ولكن انا كنوجه واحد النداء للامهات والاسر بصفه عامه، يعني انتبهوا من اللحظه الاولى. كما اخبرت ان هذا المرض يمكن علاجه اذا يعني علم به في السنوات الاولى او في الشهور الاولى او في المراحل الاولى، فكيكون العلاج اسهل وطريقه بسيطه. اما الى يعني توجهي الى هذا الطفل او الام او الاب يعني ما بغاش يصرح بهذا النوع، وديما كيقول بان ولدي راه مزيان، راه مرتاح، راه كالم، راه ما كيديرش تشويش، راه كذا، هو راه هذا النوع ديال المرض. فملي كيتكتشف كيتكتشف في واحد الوقت يعني متاخر، فالعلاج هنا كيصبح صعيب وكتصبح معاناه معاه. لهذا هذا نداء للامهات والاباء، نسال الله عز وجل السلامه والعافيه. ولكن الا لاحظوا شي سلوك بالطفل ديالهم بهذه الطريقه هذا، يعني كيعالجوه وكيسرعوا به بالعلاج ديالو، وكيكون العلاج الحمد لله ميسر. وشكرا للصحافه الالكترونيه المتنقله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.